قال محمد هو ابن الجزر يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس 32 من دروس شرح طيبة النشر، وكنا قد انتهينا من باب الهمز المفرد، ونشرع إن شاء الله في باب النقل. باب النقل هو أو النقل هو من أبواب تخفيف الهمز، من أبواب تخفيف الهمز. وقلنا إن للهمز في كتب القراءات 5 أبواب، وبعضهم يضيفون إليه سادسا يقحمونه في داخل هذه الأبواب اللي هو باب السكت، وهو منها، لكنه يعني سيأتي الكلام عنه في بابه. أما النقل فهو من أنواع تخفيف الهمز، وهو لغة لبعض العرب. قال وانقل إلى الآخر غير حرف مد. وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابيه أسد كده. طيب ماشي. وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش. يقول انقل حركة الهمز إلى الآخر، يعني تنبيها إلى أن النقل هنا لا يكون إلا في إيش؟ في الجزء الأول يعني من الباب، لا يكون إلا في كلمتين، لكن لأنها تنقل إلى الآخر. يعني إذا أنت عندك آخر اللي هو أول الكلمة، آخر الكلمة الأولى، وتنقل إليها حركة الهمزة اللي في الكلمة الإيه؟ الثانية. طبعا هي للاختصار الشديد في القصيدة يعني عبارته غير واضحة، مثل عبارة الشاطبي عبارته واضحة، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلة. العبارة هنا يعني فيها إبهام، ليست بالوضوح الكافي إلا لمن يعني له دربة وله مران على القراءات. على عنوان إيش؟ أي صحيح. إذن قال وانقل إلى الآخر، إذن النقل سيكون إلى الحرف الأخير من الكلمة الأولى. إذن عندنا كلمة ثانية تبدأ بالهمز، وعندنا كلمة أولى تنتهي بحرف إيش؟ ساكن. يعني الأولى تنتهي بساكن والثانية تبدأ بهمز. قال وانقل إلى الآخر غير حرف مد. النقل هنا يكون نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع إسقاط الهمزة، واستثنى حرف المد فلم ينقل إليه، واستثنى حرف المد فلم ينقل إليه. قال فيدخل، يعني إذا طلعنا حروف المد يدخل جميع أنواع الإيش؟ أنواع السواكن لورش، أي من طريقيه، يعني من الأزرق والأصبهاني. طيب نشوف أمثلة للإيش؟ أسد، أو لو هذه لسه ما جينا عنها. والمعنى أن ورشا ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويسقط الهمزة، فيتحرك الساكن بحركتها بشرط أن يكون الساكن آخر كلمة والهمز أول الكلمة الأخرى، وألا يكون الساكن حرف مد. هنا كأنه مكرر هذا. الساكن المنقول إليه قد يكون تنوينا، ألم تر كيف فعل ربك بعاد نرم،
بعاد إرم، بعاد إرم، نار حامية، حامية ألهاكم، حامية ألهاكم، بعاد إرم. طبعا احنا عندنا بعاد إرم، عندنا نون التنوين هي هذا الساكن، إرم هتصير ايش؟ الهمزة المكسورة هذه تروح للايش؟ الساكن، تصير ايه؟ بعاد إرم. مثلا حامية ألهاكم، الهمزة هنا مفتوحة، إذا تنتقل الفتحة هذه للإيش؟ للنون التنوين، حامية ألهاكم. أو لام تعريف الآخرة تصير إيش؟ الآخرة، الأرض، الأرض. طيب وهي ال، هل هي كلمتين ولا كلمة واحدة؟ ها؟ كلمتين، لأن ال حرف تعريف أو اللام فقط، يعني ال هذه داخلة على الكلمة، والأصل هي أن تجرد منها، لكن لكثرة دورها ويعني تخفيفا للكتابة أن تكتب مفصولة، كتبت دائما متصلة، كتبت دائما متصلة، فهي منفصلة حكما، فهي منفصلة حكما. والأصل آخرة، أرض، إنسان، أنعام، هكذا، هذا الأصل، أصل الكلمة. أما ألف هذه داخلة عليها، وإن اتصلت رسما فإنها حكما إيش؟ منفصلة. ليش نقول هذا؟ لأن احنا قلنا أن النقل يكون في إيش؟ كلمتين، النقل يكون في كلمتين، كلها واضح فيها الكلمتين إلا لم التعريف، كلها واضح فيها إلا لم التعريف. فالأرض تصير إيه؟ الأرض، الآخرة، الآخرة أو الآخرة. قد أفلح غير ذلك، يعني غير التنوين وغير لم التعريف، يعني أي سكون. قد أفلح تصير إيش؟ قد أفلح، قل أوحي، ها؟ قل أوحي، من آمن، من آمن، خلوا إلى، خلوا إلى، ابني آدم، ابني آدم. طبعا احنا قلنا وانقل إلى الآخر غير حرف مد، هنا خلوا إلى وابني آدم ليست حروف مد، وإنما هي إيش؟ لين. هو استثنى حروف المد، ما قال الواو والياء، ما قال الواو والياء، إنما قال غير حرف مد، فحروف اللين لا تدخل في هذا، غير مستثناة، يعني تنقل إليها. وإذا خلوا إلى شياطينهم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، ابني آدم، هكذا. إلا ها كتابية أسد، إلا ها كتابية أسد. اختلف أهل الأداء في النقل إلى هاء مقرأ كتابية إني ظننت. لماذا؟ لأن الهاء هنا غير أصلية، يعني الهاء السكون الذي في الهاء هذا، الهاء نفسها غير أصلية، وإنما هي هاء ساكت تجتلب للإيش؟ للوقف، تجتلب للإيش؟ للوقف. فلذلك جمهور أهل الأداء على عدم النقل إليها، جمهور أهل الأداء على عدم النقل إليها، وهو اختيار الشاطبي رحمة الله عليه، وقال إيش؟ ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تحمله، بالإسكان يعني بدون نقل، كتابية إني، وهو اختيار أكثر الأئمة، وإن كان بعض الأئمة رأى النقل إليها، بعض الأئمة رأى النقل إليها. إذن كتابية إني، ها، حصل فيها إيش؟ خلاف. إلا ها كتابية أسد، يعني أي أن هذا هو الأقوى، وهو الأقرب إلى، وهو الأفصح في اللغة ألا تنقل إلى هاء الإيه؟ السكت. لكن بعض أهل الأداء كما قلنا، وروى الوجهين في النشر كذلك، روى الوجهين النقل والترك، لكن الترك هو اللي عليه الأكثرون، الترك هو الذي عليه الأكثرون. في من الأشياء المستثناة من النقل أيضا ميم الجمع، ميم
الجمع. لماذا؟ لأنه أصلا قبل ميم الجمع، إذا جاءت قبل همزة إيش يعمل؟ يصلها بواو، يصلها بواو، فبالتالي هي عنده محركة بالإيش؟ بالضم مطلقا يعني، فهو لم ينقل إليها. وما جاء عن بعض الأئمة من نقل إلى ميم الجمع فهو خلاف ما عليه العمل، ما جاء عن بعض الأئمة من النقل إليها فهو ليس عليه عمل الأئمة. وقد أطول الكلام فيها في النشر، لكن نحن لا نريد التطويل في هذا المقام. طيب، إذن عندنا ورش هو قطب الباب في هذا، قطب هذا الباب اللي هو النقل، نقل حركة الهمزة في أول الكلمة إلى الحرف الساكن في آخر الكلمة التي قبلها مع حرف الإيه؟ المد، وحذف الهمز. إلا عندنا كتابية إني، فله فيها التحقيق وله فيها الإيه؟ النقل. كتابية إني، كتابية إني، وهذا لورش من الطريقين، هذا لورش من الطريقين. واستثني له كذلك ماذا؟ ميم الجمع. واستثني له كذلك ميم الجمع. طيب، ذكر بعد ما ذكر قطب الباب اللي هو ورش، ذكر من وافقه من القراء. احنا طبعا يعني في مادة كثيرة لكن نريد أن نختصر. ذكر من وافقه من القراء في هذا الباب اللي هو باب النقل، فبدأ: وافق من استبرق غر واختلف في الآن خذ ويونس به خطف. وافق من استبرق غر، شرع في بيان الموافقين لورش على النقل. غر اللي هو رويس رحمه الله وافق ورشا على النقل في كلمة واحدة في قوله تعالى من استبرق في سورة الرحمن، من استبرق قرأ بالإيش؟ بالنقل، من استبرق. وقالوا إنه نقل فيها يعني لطول الكلمة أو لثقل الكلمة بالعجمة ولطولها، واعترض عليه بعضهم بأن القرآن لم يقع فيه لفظ أعجمي، وطبعا هذا محله غير هذا الدرس، لأن فيه يعني خلاف طويل الذيل في كتب علوم القرآن، هل وقع في القرآن ألفاظ أعجمية أم لم تقع؟ يعني المقصود أن ألفاظ أعجمية عربت، يعني استعملها أصلها أعجمي واستعملها العرب فصارت إيش؟ معربة. فهناك من ينفي ذلك البتة، أن في القرآن عجمة يعني ألفاظ أعجمية معربة، وهناك من يثبتها. ثم قال: واختلف في الآن خذ، واختلف في الآن خذ، أي أن ابن وردان رحمة الله عليه اختلف عنه في لفظ الآن. اختلف عنه في ماذا؟ احنا في باب ايش؟ في باب النقل، يعني صح عنه النقل وصح عنه ماذا؟ التحقيق. يعني الآن جئت بالحق مثلا، يقول ايش؟ الآن جئت بالحق أو الآن جئت بالحق. فالآن باشرهن مثلا، فلان باشرهن أو فالآن باشرهن. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، له فيها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، أنه يقرأها ضعفاء. أو الآن خفف الله عنكم، فابن وردان ورد عنه ماذا؟ ها؟
التحقيق والنقل في كل الآن إلا في موضعي يونس، إلا في موضعي يونس، فإنه مع قالون وافق ورشا على النقل قولا واحدا. يعني الأمثلة اللي ذكرناها هذه عن ابن وردان في كل القرآن، لكن في موضعي يونس اللي فيها الاستفهام، ها في موضعي يونس اللتان فيهما الاستفهام الآن وقد كنتم الآن وقد عصيت، هذان الموضعان جاء عن قالون وعن ابن وردان النقل فيهما قولا واحدا. إذن عندنا في الآن موضعي يونس الاستفهاميتان، عندنا النقل عن ورش، ها أو نقدر نقول عن نافع، ها عن نافع بتمامه، وعن ابن وردان قولا واحدا، ما فيها خلاف، هذا ما فيها خلاف. يعني الآن وقد، طبعا له وجه التسهيل الآن، وأيضا له مدام نقل وصارت اللام متحركة له القصر الآن وقد، يعني له فيها ثلاثة أوجه، أو الأزرق له تفاصيل في المد البدل، يعني يصير الآن وقد هذا على الأصل بالمد، أو اللام صارت متحركة فبعضهم قال تقصر آلان وقد، أو التسهيل آلان وقد. طيب، إذن عندنا ابن وردان فرق بين الآن التي في سورة يونس قرأ فيها بالإيش؟ بالنقل قولا واحدا مع قالون وورش، وفي سائر المواضع قرأ بالنقل وله أيضا إيش؟ التحقيق. نعم نعم، وربما أشار بخطف إلى يعني عدم الخلاف في هذين الحرفين. غر قال من غيرة الرجل على أهله لتمام مروءته، كأنه يشير إلى ما عد الله في ذلك لأهل الجنة. وخطف أي أخذ سريعا، وقلنا قال بعضهم ربما إشارة إلى عدم الخلاف في هذه هاتين اللفظتين. ثم ذكر بعد ذلك عادن الأولى، وهذه فيها كلام طويل شوية. وعادن الأولى فعاد الأولى مدى حماه مدغما منقولا. الله عليك يا شيخ أحمد، مروع. طيب، يريد قوله تعالى وأنه أهلك عاد الأولى، قالوا عادا الأولى فعاد الأولى مدى حماه مدغما منقولا، أي أن المشار إليه بمدى وهما المدنيان وحماه البصريان، أي أن المدنيين والبصريين قرأ في عادا الأولى بالنقل والإدغام، بالنقل والإدغام. يعني هي لو لم يدغم كيف هيقول عادني لولا، ها عادني لولا، صح؟ هذا النقل، هذا نقل فقط، لكنه لما نقل اعتد بالحركة اللي صارت في الايه في اللام، اعتد بالحركة، هي اللام كانت ساكنة الأول، عادني الأولى كانت ساكنة، فلما نقل صارت ايش؟ متحركة، عادني الأولى، هذا قبل الإيش؟ قبل الإدغام. هو اعتد بهذه الحركة اللي صارت في اللام وأدغم فيها، أدغم في الحركة العارضة هذه التي صارت لللام، فصارت عاد الأولى، صارت إيش؟ عاد الأولى. فاللي قرأ بهذا هما المدنيان والبصريان، المدنيان والبصريان قرأ عاد الأولى، وسيأتي أن لقالون همز الواو كذلك، وسيأتي أن لقالون همز الواو كذلك، يعني عاد اللؤلى. يبقى إذن عندنا المدنيان والبصريان يقرآن بالنقل والإدغام عاد الأولى،
سيأتي أن لقالون همز الواو عاد اللؤلاء بخلاف عنه. إذن وأنه أهلك عادا الأولى في النجم قرأه بالإدغام مع النقل على ما لفظ به نافع وأبو عمرو، يعني هو في الأول قالوا عادا الأولى ثم قرأها منقولة مدغم فعاد اللولا، قرأها على ما لفظ به نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب اللي هم المدنيان والبصريان، وذلك أنه لما نقل حركة الهمزة وأسقطها اعتد بالعارض وترك التنوين على حاله ساكنا ثم أدغمه في اللام عاد اللولا، يعني مثل هدى للمتقين شبهها به. إذن عادا الأولى بالنقل والإدغام لنافع وأبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب مع همز الواو لقالون بخلف عنه وسيأتي. طيب وبقية القراء غير مدى حماه عادا الأولى مثل أي تنوين لقي يعني ألف ولام بعده عادا الأولى بالتحقيق وبكسر التنوين عادا الأولى. من الباقون؟ ابن كثير وابن عامر والكوفيون، ابن كثير وابن عامر والكوفيون يقرؤون عادا الأولى بالتحقيق ودون نقل ولا إدغام. ثم قال وخلف همز الواو في النقل بسم وابدأ لغير ورش بالأصل أتم. وخلف همز الواو في النقل بسم، واختلف عن قالون المشار إليه ببسم، هي من الابتسام يعني، واختلف عن قالون في حالة النقل، يعني أقول عاد اللولا ولا هل يهمز الواو أو لا يهمزه، فبالهمز قطع له في التيسير والشاطبية وجمهور المغاربة، وبغير همز قطع جمهور العراقيين من طريق أبي نشيط، لكن قراءة أبي عمرو الداني على أبي الفتح بالهمز، فلذلك نقل صاحب التيسير الهمز ونقل الشاطبي كذلك الهمز لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، فلم يذكر خلافا، لم يذكر خلافا، لكن هنا قال وخلف همز الواو في النقل بسم، يعني أن طرقا أخرى عن أبي نشيط الطرق الفرعية وأيضا عن الحلواني جاء فيها ترك الإيش الهمز، يعني مثل ورش ومثل أبي عمرو وأبي جعفر، يعني لقالون ها عاد اللولا بدون الهمز، وأيضا عاد اللولا وعاد اللؤلا. طيب هذا بالنسبة لحال الوصل للجماعة المدنيين وللإيش وللبصريين، عاد اللولا هذا لهم جميعا، وزاد قالون وجها زائدا عاد اللؤلاء، هذا في حال وصل عادا مع الأولى. طب إذا أردنا أن نفصل عادا ونبدأ بالأولى، قال وابدأ لغير ورش بالأصل أتم، وابدأ لغير ورش بالأصل أتم، يعني الأولى بدون نقل، لأنه قال على الأصل ابدأ بالأصل، يعني إنما حصل هذا النقل وهذا الإدغام حصل لإيش؟ لالتقاء عادا مع الأولى، فإذا فصلناهم ها رجعنا للأصل، قال وابدأ لغير ورش بالأصل أتم. لماذا استثنى ورشا؟ لأن ورش مذهبه النقل عموما، يعني هو مش خاص بالكلمة هذه فقط، إن ورش ينقل في كل الباب، فإذا ورش ليس له النقل ليس له البدء بالأصل، ورش ما ينفع يبدأ يقول الأولى صح، لأنه إحنا سبق إنه إيه وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش، هذا سواء عاد الأولى ولا غيرها الإنسان الأنعام أي كلمة بينقل، فورش ليس له إيش البدء بالأصل، لكن قالون وأبي عمرو ولأبي جعفر أن يقول إيش يبدأ الأولى
وابدا لغير ورش بالاصل اتم، يعني بلا نقل ومع همزه الايه الوصل. ثم قال اتى بوجهين اخرين، قال وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل، وانقل مدى رداء وثبت البدل. وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل، يعني إذا فصلت عادا ونريد نبدأ بالأولى لغير ورش نقول إيه؟ الأولى. ورش يوافقهم في هذا الوجه ولا ما يوافق؟ ها يوافق، لأنه قال وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل، يعني لهذا الوجه الأجل، هذا الوجه الأقوى، يعني بعد الوجه الأول، بعد الوجه الأول الأولى، هذا الأقوى لأبي عمرو ولقالون ولأبي جعفر، ورش ليس له فيه، وكلهم مع ورش ها يبدأون بهمزة الإيش الوصل الأولى أو ألؤلى، ألؤلى أو ألؤلى. بقي وجه ثالث هو لا يظهر من النظم بوضوح، لكنه يؤخذ من المفهوم، لأنه قال وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل، يعني جعل هذا الوجه إيش هو الإيش الأقوى عند النقل، عند إذا أردت أن تقرأ بالنقل. وإذا يبقى وجه اللي هو أيوة ترك الهمزة الوصل والبدء بالإيش باللام، تقول لولا وتقول لقالون ها لؤلا، لولا ولؤلا الاثنين، لأنه طبعا هنا الهمزة بخلاف عنه. قال وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل و أو بدونها، يعني عندنا ثلاثة أوجه لها لأبي جعفر وأبي عمرو وقالون. إذا البدء ها الأولى ها الأولى لولا، وقالون يزيد له إيش لؤلا على وجهي النقل ألؤلا لؤلا. أما بالنسبة الورش كغيره من المنقولات ها الأولى لولا، ما له الأولى هذه ما تجي له. فكما يقرأ في الأخرى والأرض والآخرة والإيمان الأولى الأخرى الأرض الإيمان، يجوز أيضا أن تقول لولا الأخرى الأرض الآخرة الإيمان وهكذا. وهذا يعني عبارة الشاطبي أيضا لاتساع الشاطبي في النظم أكثر من ابن الجزري أوضح. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، اللي هي وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل، وإن كنت معتدا بعارضه فلا، يعني إن كنت اعتددت بتحريك اللام، لأن همزة الوصل يقولون هي وصلة إلى النطق بالساكن، إن العرب لا يبدأون بساكن، العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، فأنا كلمة تبدأ بساكن وكيف توصل للنطق بها والعرب لا يبدأون بساكن، نأتي بهمزة الوصل هي تصلنا إلى اللام الساكنة هذه الأولى. فإذا أردت يا يعني إما أقول الأولى أو ما أحتاج خلاص همزة الوصل عندي اللام متحركة، أقول لولا لآخرة ليمان لأرض لنعام وهكذا. فإذا عند النقل يجوز لك الابتداء بهمزة الوصل، ويجوز لك تركها والبدء بالإيه باللام محركة، ويجوز البدء باللام محركة. وأيضا لقالون ولأبي جعفر وأبي عمرو وجه ثالث البدء بالأصل. ثم قال وانقل طبعا احنا فصلنا يعني ما عندهم، وانقل مدى ردا وثبت البدل، أي أن المدنيين قرأ في ردءاً يصدقني، قرأ بالإيش بالنقل، يعني إيه كيف يقرأان؟ فأرسله معي، طبعا هم يسكنون الياء، فأرسله معي ردا يصدقني، طبعا هكذا يقرأ نافع ردا
ردائي يصدقني. وإذا بالنسبة لأبي جعفر قال ثبت البدل، ثبت الإيه البدل أو ثبت البدل. عند أبي جعفر يقرأ بالبدل في الحالتين، كيف يعني يقرأ بالبدل؟ يعني يقول فأرسله معي ردا يصدقني، في إذا وقف وإذا وصل ردا يصدقني. أما نافع يقول إيه ردا يصدقني. طب وإذا وقف ها ردا، الاثنين إذا وقف الاثنين ردا، لكن نافع في الوصل ردا يصدقني، وإذا بالنسبة لأبي جعفر ردا يصدقني بدون تنوين، لأنه عنده بدل أصبحت الإيش أصبحت مبدلة ألفا فقط بدون تنوين. طيب عند الابتداء بالأولى لأصحاب النقل التحقيق على الأصل قالون وأبو عمرو ويعقوب بخلفهم وهو المقدم يعني الأولى. وأما ورش فيقرأ بالنقل وجها واحدا، والوجه الثاني لقالون وأبي عمرو وأبي جعفر إبقاء همزة الوصل أو حذفها الأولى أو لولا، هذا ملخص. ثم قال في البيت الأخير من هذا البيت وملء الأصبهاني مع عيسى اختلف. وملء الأصبهاني مع عيسى اختلف، واسأل رواد كيف جا القرآن دف. ملء الأرض في سورة آل عمران، ملء الأرض ذهب، وملء الأصبهاني مع عيسى اختلف، هذا معطوف على ماذا؟ على النقل، معطوف على النقل. يعني نقول ملء الأرض للأصبهاني، نقول إيه ملء الأرض. أما عيسى ابن وردان فعنه النقل وعنه الإيش التحقيق، ملء الأرض أو ملء الأرض، يعني الأصبهاني قولا واحدا ينقل، أما عيسى ابن وردان فعنه النقل وإيه والترك. واسأل روادم، الفعل سأل إذا سبق بالواو أو الفاء فإن يعني المشار لهم بروادم اللي هو الكسائي وخلف العاشر وابن كثير قرأوا بالنقل سواء سبق بالواو أو الفاء أو أسند إلى المفرد أو الجمع. يعني واسأل القرية مثلا يصير إيش؟ واسأل القرية، فاسألوا أهل الذكر ها، فاسألوا أهل الذكر، فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. فقرأ بالنقل في هذا روادم الكسائي وخلف العاشر وابن كثير. كيف جاء؟ قال كيف جاء يعني مسبوقا بالواو أو الفاء. وجاء في النظم واسأل بالفعل محققا، وبالترجمة طبعا تشير إلى النقل فيما قبل لكي يخرج اللي هي مثلا اللي جاءت بالنقل بالإجماع، مثلا مثل إيش سل بني إسرائيل، هذه جاءت بالنقل بالإجماع، سلهم أيهم بذلك زعيم، هذه لم يختلف فيها، وإنما اللي اختلف فيه اللي قبله الواو أو الفاء. آخر كلمة جاء فيها الخلاف القرآن دف، أي أنه جاء عن ابن كثير وحده بالنقل في لفظ القرآن حيث جاء منكرا معرفا منونا غير منون، جاء عنه الإيش النقل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فاتبع قرآنه قرآنا عربيا هكذا. فهذا كله ورد عن ابن كثير النقل فيه وصلا ووقفا معرفا منكرا. والدف ما يتدفى به مما يقي البرد وأصله الهمز، ولكن نقل حركة الهمزة ونوى الوقف كقراءة حمزة كما سيأتي. طيب قراءة حمزة هذه سيأتي تفصيلها لاحقا. وهذا آخر ما يسر الله به من هذا الباب، باب النقل.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.